وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. مرحبا بحضرتك، وإنجاز جديد لكرة اليد المصرية بتحقيق المركز السابع في مونديال عام 2023. كيف تقرأ هذا الإنجاز وأيضا دوره في التطور المستمر للعبة في مصر؟ بحضرتك مرحب بكل المشاهدين. يمكن منتخب مصر بيحقق المركز السابع للمرة الثانية على التوالي بعد بطولة العالم 2021 في مصر. منتخب مصر كمان يمكن حقق المركز الثامن في بطولة العالم اللي كانت 2019 في ألمانيا والدنمارك، فكده منتخب مصر بيوصل ضمن الثمانية الكبار في اللعبة، ثلاث بطولات عالم متتالية كأول منتخب غير أوروبي ومنتخب عربي وأفريقي حقق ده. طبعا ده إنجاز كويس جدا، كنا نتمنى الأفضل في البطولة دي لأن منتخب مصر اللي حققه السنين اللي فاتت يمكن في أولمبياد طوكيو كان رابع أولمبياد طوكيو كأول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ. يمكن في بطولة العالم الأخيرة مصر حققت المركز السابع برضه في مصر هنا، فمنتخب مصر هو بطل أفريقيا ويمكن عنده محترفين في أكبر الأندية الأوروبية، فأعتقد إن إحنا كنا نأمل بنتائج أكبر أو إن إحنا نعدي كمان نوصل الدور الأربعة، دور النصف النهائي، وإن إحنا حتى ننافس على حتى ميدالية برونزية على الأقل. كنا نقدر نعمل ده، يمكن كان في إصابة كبيرة جدا ليحيى خالد اللي هو نجم منتخب مصر، واحد من أهم العناصر اللي تلعب في ديزبر المجري، يمكن ده أثر شوية في منتخب مصر، وبرضه بعض الأخطاء الفنية اللي حصلت على مدار البطولة. لكن نعم أستاذ علي، ما الذي نحتاجه إذا، ما يحتاجه المنتخب لتحقيق مراكز أكثر تقدما واستطاعة الفوز على منتخبات كبرى مثل فرنسا في المونديال؟ بشكل عام منتخب مصر حقق يعني نتيجة مطلوبة ونتيجة كويسة، إن احنا نتواجد برضه ضمن الثمانية الكبار في العالم، دي حاجة كويسة جدا بتفرق طبعا مع منتخب مصر. اللي مطلوب الفترة الجاية أكيد التركيز، إن لازم يكون في تطور شوية في مستوى بعض اللاعبين، لازم في بعض المراكز لعيبة منها تحترف في الأندية الأوروبية، لازم منتخب مصر مش يضم يعني أكثر من 75% أو 80% يكون عناصر محترف أكبر الأندية الأوروبية، لأن شفنا المنتخبات الأوروبية الكبيرة بالذات اللي وصلوا الدور قبل النهائي او حتى وصلوا النهائي زي فرنسا والدنمارك، اغلب اللعيبه او معظم اللعيبه كلها بتلعب في اوروبا، وطبعا ده الاحتكاك القوي في دوري ابطال اوروبا او الشامبيونز ليج او حتى الدوري الاوروبي في كره اليد بيفرق مع لعيبه منتخب مصر. عندنا عقليات منتخب مصر متطوره جدا، عندنا لعيبه كبيره جدا على مستوى دولي واقوياء جدا، لكن طبعا نحتاج ان المنتخب كله او معظمه يبقى من المحترفين، طبعا مع التركيز مع المدير الفني طبعا روبرتو باروندو اللي لسه هيتحسم مصيره خلال الساعات المقبله بعد انتهاء عقده مع منتخب مصر. فهنشوف الفتره الجايه يحصل ايه، لكن نتمنى الافضل لكره اليد اللي هي افضل لعبه جماعيه في مصر على مدار التاريخ. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ علي البحيري الناقد الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف.